صباح الورد البنات، صباح الفل والياسمين. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم في خير وفي نعمة الناس الكل. وما نسمع ليكم كاين الاخبار الباهية ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله جمعة مباركة عليكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله الفيديو باش يكون كيف كيف حماسي وتحفيزي بالكدي بالكدي. اما قبل ما نبداو، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، هكاك ان شاء الله نربح الاجر والثواب في نهايه الجمعه الناس الكل. كما تشوفوا البنات، حضرت معاكم فطور الصباح، وقصي مريض شويه، نحاول ننوع له معناه في الفطور. عملت له قهوه شوكولين، حطيت له منه، والله يا البنات ما كلي حتى شيء، جيست كعبة العظم كهو. حسيلو البنات، كما تشوفوا اليوم ان شاء الله باش يكون روتين في الصاله البرة، وصالة جديدة معناها، وراهي الدنيا بالعجاج، تعبيت الشباب، كل الدنيا كلها حسيلو بالغبرة. باش نعمل لها تنظيفة هكا باهية، ونحيي لها الغبرة، و لله محمد رسول الله، وبالاسبيراتور هكاك تنضاف خير. راهو البنات هذيك مش كلها غبرة، اما القماش معناها هذيك نوعيه القماش، اما ما يمنعش اللي هي تعبيت بالغبره. الشباك كما شفتوها هكا وريته لكم، الصاله كيف كيف، وبما انه لونها معناها اخضر هكا ظاهره معناها الغبره فيها، لازم ديما نظفها ونواظب على تنظيفها. وان شاء الله توا بالكش نغطيها، هي البنات مش نستعمل فيها معناها ما ندخلهاش نادر باش تلقاوني قاعده فيها، بحكم عندي الصالة الاخرى وكل ما نستعملهاش هذه، مخليتها نظيف ولا حاجة ولا مناسبة حاجة كي من هكا. هذه البنات شريتها ما عندهاش برشا، زيت جديدة جديدة. والصالة الاخرى ما كم ديجا شفتوها، الاخرى جي استغلفتها اكهو، وهي بتبيعتها هذه اللي بالنسبة اللي جاوا جدد وما يعرفوش. هذه البنات راني زدتها جديدة، معناها البنية في حد ذاتها جديدة، ما كانتش عندي قبل. كما تشوفوا هكا باش ننظفها. وبالنسبه اللي سالتني قالت لي منير، راني من مهديه ونتشرف بكم الناس الكل، وان شاء الله يا ربي معرفه طيبه ومرحبا بالاخيات الكل. ما تنساوش البنات الكومنتير والقلوب والجيم هذيك قبل ما تشوفوا الفيديو، واللي مش مشتركة تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد وكل فيديو يهبط فيها نوتيفيكاسيون. شوفوا البنات هكا نظفتها، وهي ما فيها شيء، راه جيست غبره وكهو، ما نعرفش نخمم نغطيها كيكي ولي خي على الغبره. وهنا البنات باش نرجع لها المخادد، صدقوني صورت اكثر من هكاك، وتصويره كانت بعيده معناها نوعت من القريب ومن البعيد، لكن لقيت ما عجبنيش معناها الفيديو، وكان سامحوني معناها رقبتي كانت تظهر، هيك علاش لغيتهم وخليت هذه اكهو، معناها المقاطع اللي ظهرت فيهم نحيتهم. هاكا البنات حسيلو كل نظفتها بالاسبيراتور، ما خليتش فيها غبره. وهنا البنات الشباك كيف كيف باش نغسلو، على خاطر وريتهولكم ديجا من اللول قداش فيه غبره. باش نغسلو بعدت الريدو، والريدو ان شاء الله باذن الله لازم ينهزو الخياط، نقص فيه شويه على خاطر البنات جاي ياسر معناه يتكركر، وما سهلش ربي وقتها تضغط ركبته. بالنسبه للي ما يعرفوش، على خاطرني طهرت الصغار ما عنديش برشا، هكا علاش جاي الوقت كله مع بعضه ما نجمتش نهزو الخياطه، حطيته كيما هو، ديبانيت به روحي، قلت خلي حتى الساعه تو يسهل ربي بعد وقتها الطهور والكل، تو نهزو نقص فيه. حسيلو البنات، وهذا كسبب من اسباب زاد الغياب متاعي على القناه، اللي هو الطهور متاع الصغيرات، والله غالب ما شاركتكمش. كانت الدنيا داخله بعضها، والدار حاله، وتعرفوا معناها المرمه والدهن في الدار الداخل، الكل تعب، وكل وقتك لازم ديما معناها ما تلقاش تركينا هكا نظيفه باش تصور فيها. حسيل الحمد لله تعديت الفتره على خير، وكهو البنات تعب مخلوف، الفايده انك تربح حاجه ولا تعمل حاجه في دارك هكاك تربحها. صدقوني البنات الفرنك اللي يتيح في يجي راني نستغله ونشري بيه حاجه للدار، ولا نشري بيه حاجه ناقصه،
ما نحبش معناها ماذا بيا كل مره هكا ناخذ كل حاجه، الحاجه اللي ناقصتني نشريها، نحاول نستغل معناها اي فضلت مصروف عندي ولا حاجه نلمها ونشري بيهم حاجه ناقصه، ما يجي خاطر حتى شيء بالساهل. تعرفوا امراه ما تخدمش والكل ما تلقاش عندها مدخول قار ولا حاجه، معناها ديما ما لازمك انتي وحدك تتذكى وتلم وتعرف كيفاش تتصرف في المصروف. هكاك كل مرة تاخد حاجة اللي ناقصتك. شوفوا البنات الدنيا كيفاش صبحت، ما نحكي لكمش على اوراق متاع الرمان بلاك العجي، صبحت الدنيا كلها حالة هاوكا باش نسيقها وتتشوفوها معايا كيفاش في الاخر. ديما هما باهي انك تنظم الكل وتعمل حاجات كي من هكا، اما راهي البنات لازم ديما تواظب على تنظيفها وديما تكون لهي بها على خاطر حطرت وراتها ذوما الكل. صدقوني يا البنات ما نسيقهم الكل ندخل نحس بروحي تعبه تعبه على الدخر، خاطر ما شاء الله معناها هما برشا ولازمهم التسييق، وراني نسيق بالماء نتاع البير البنات ما نسيقش بماء السباله بحكم ما عندنا البير هكا نستغله هو نسيق بيه ونسقي بيه الجرده، حسيله تقريبا كل شيء لبرا نستعمل ماء بير، ومن بعد نخليه نحطه على الجرده نخليه يمشي معنا على روحه باش نكملها ان شاء الله. وشو باش نعمل اخر باش نرجع نفرش الصاله. هذه البنات الفيديو صورته نهار الخميس وش نهبطه لكم نهار الجمعه ان شاء الله. بالنسبه للي قالت لي استني في الخبز، والله هي تلهيت معني امس ما عملتش خبز، اما ان شاء الله اليوم باذن الله نعمل فيديو الخبز ونصوره ونهبطه باذن الله. ديما كل شيء يصير كان بالكتبه. ما تنساوش البنات برشا برشا كومنتارات باش يطلع الفيديو، على قد ما تحطوا كومنتارات وعلى قد ما تحطوا قلوب في الكومنتارات راهو يطلع. ندلل عليكم ان شاء الله ربي يخليكم ليا وربي يعطيكم ما تتمنوا يا ربي. شوفوا البنات قداش طلعت منها غبره، ممكن مش ظهرت لكم بالكدا ما طلعت منها برشا غبره. ولبست هكاك البنات على خاطر تعرفوا في الفيديو ماذا بيا معناها تتفرج فيه العباد برشا وكمان ماكش على مش وحدك معناها في دارك، مادام تتفرج فيك عبيد عندك مسؤوليات والكل لازم تكون لابسه هكا فضفاضه ومستوره هكا. علاش ممكن تتسائلوا تقولوا شبيها تقضي هكا؟ على خاطر الفيديو يا البنات. هكا كملت مازالت البارتي هذيك اللي تشوفوا فيها توا نسيق فيها، هذيك البنات راهي سيمان وتشد الغبره برشا ان شاء الله باذن الله. قلت لكم راه فما برشا حاجات متعملتش قعدت ناقصه، هذيك باذن الله باش يركب لها زيد البارتي وما تقعدش سيمان، اما وقتها الله غالب معناه وقت الزرب وما عادش بكري. هكا نظفتها البنات وكملت زيد البارتي المغادي تسيقتها الكل وصورتها ان شاء الله نشاركها معاكم زيد في فيديو. ولله محمد رسول الله. باش نعمل مقرونه بشوفريت وفيها كعبات كروفيت الاخرين وكهو. هذه بالنسبه للفيديو نتاع اليوم باش يكون روتين في الصاله، وراهو يظهر في الفيديو ماهوش برشا اما في الواقع هو يشد برشا وقت. كهو هنا البنات كملت باش نفرش الزربيه ونرجع الطاوله لبلاصتها ونعملها مسحه. ولله محمد رسول الله. لهنا الصاله البنات في مازال ما فيهاش لا تلفزه لا فيها حتى شيء، قلت لكم راهي مازالت جديده معناها فيه حاجات ناقصين. نرجعها هنا لبلاصتها ونعملها مسحه نظيفه، هي ما فيها حتى شيء جوست شويه غبره وكهو. وهنا يا البنات كملت باش نحط لها تبخيره وكهو، من بعد باش نخلي الشباك يا ربي باش نخلي الباب محلول باش تدخلها الشمس
وتشيح بالقدا هاكا، بخرتها امورها مريقله. تو باش نمشيو للكوجينه نحضر الفطور مع بعضنا. جيت صورت لكم شويه مقاطع وكهو، ما حبيتش نطول عليكم برشا في الفيديو. شفتوا البنات هذيك المبخره ما كانتش فيها كدوري، حطيتها واحدة حبيت نزينها، كانت فارغه حطيت فيها كل هكا قطعه متاع قماش فيها الدوري، ولات منظرها ازين من اللي كانت قبل. وهنا عندي شويه شوفريت هاني وريتها لكم قبل، لنغسلها وباش ننظفها وحدي وباش نحضرها ونوريكم الصوص هذاك بعد ما طابت. هاكا البنات كما تشوفوا هنا بديت ننظف فيها، هذه الشوفريت الصغيره والكعبات الكروبيت الكبار كيف كيف زاد نظفتهم. وهذه الصوص البنات تقريبا طابت، حطيت لها شويه رند وشويه ثوم وخليتها الغلوه الاخرى باش نطفي عليها. هذه المقرومه هذه المقرونه سي تقريبا قريبه تطيب، وباش نحضر للطاوله ونوريكم الفطير بعد ما حضر. وما بقى لي كان نقولكم البنات ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفي روتين تحفيزي جديد ودبارة جديده. ما تنساوش القلوب والجمال، واللي مازالت مش مشتركه تشترك وتفعل الجرس. وان شاء الله يا ربي نتلاقاو غدوه في فيديو جديد كما قلت لكم. وكهو البنات وصلنا لنهايه الفيديو، توا ما بقى لي كان نقولكم ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله يا ربي نهاركم اسعد الايام وجمعه مباركه للجميع. وهاكا البنات مقرونتي حضرت، نودكم من شهيكم، ان شاء الله يا ربي قسمكم في الجنه، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ويكون خفيف روح عليكم زيدا. وكهو حبيباتي بسلامه.